مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت أبدا بالتحضير وبدون سكر بهيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا هيدا البسكوت الويفر بهيدا الشكل ع فانيلا، بحطهم بالصينية. قد ما فيني عم بعملكن حلويات وأكل سهل وسريع وبياخد وقت بالتحضير. بحطهم على جنب وبكفي انا وياكم الطريقة. حط كوب حطينا كوبين حليب، كمان بحط ملعقة طعام نشا، استعمل سكر رح استعمل عسل، كمان رح احط ملعقة طعام عسل. ما كترنا عسل عشان البسكوت حلو. هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز. بسخن عند الخليط قبل الغليان، بحط الظرف كريم كراميل. كمان بستمر بالتحريك. الكريم كراميل بيعطي نكهة كتير كتير طيبة ورائعة. بس غلى عنا الخليط بهيدا الشكل وتماسك، هلأ منطفي الغاز. بنحطن على البسكوتات، كمان بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطن بالبراد أقل شي ساعتين. بعد ما حطيت الحلو بالبراد ساعتين وصار بهيدا الشكل جمد منيح، هلا بدنا نزين انا وياكم. راح احط فريز، انا عطول بقلكم بعمل كميات كتير صغيرة، انتو اذا بتحبوا اكتر ضاعفوا الكمية مثل كل مرة. كمان هلا بحط بندق مكسر بهيدا الشكل شي بسيط. وهيدا الشكل النهائي، كتير كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير وكتير طيبة. بتمنى تجربوا الطريقة وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.